السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة. وصفة طبعا هي خارج نطاق الزراعة، بس عشان برضو أنا استفدت منها شخصيا وحابب أفيد فيها الناس إن شاء الله. طبعا هاي الوصفة اللي عنده حرقة في المثانة أو المسالك البولية وعنده مشاكل في مشاكل في الكلى. طبعا أول شيء تقريبا لتر ونص ماء نقي، بنضيف عليها تقريبا ملعقتين من السمغ العربي، ملعقتين من السمغ العربي، كوب شعير، طبعا هذا كوب شعير بلدي الذي يغلى في الماء، طبعا يغلى تقريبا بمقدار ربع ساعة، ونضيف عليه 3 فروع من الروزماري و3 فروع من الريحان الحرق. طبعا هذه طبعا بعد ما إن شاء الله بإذن الله يعني تغلي بهذا الشكل، يضاف إليها أيضا معلقة صغيرة من القرفة، وثم تصفى وتوضع في قارورة، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الشفاء.